حينما تستمع إلى تلاوتهم العذبة تجد نفسك منصتا خاشعا مستمتعا. إنهم المقرئون المصريون الذين غزوا العالم بسلاسة الأداء وعذوبة الصوت والإحساس، مواهب نادرة تصدرت قائمة مقرئ العالم أجمع، فإنهم الأشهر على الإطلاق في كافة بلدان العالم الإسلامي لسنوات طويلة ممتدة. الشيخ محمود خليل الحصري أفضل من جود القرآن ورتله، لم يكن مجرد قارئ للقرآن أو صاحب صوت يهز الوجدان، بل كانت القراءة عنده علما له أصول وقواعد. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستضعف أما الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فيعتبر الأكثر شعبية في أنحاء العالم لجمال صوته، وقد لقب بالحنجرة الذهبية. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أما الشيخ محمد رفعت فقد لقب بكثارة السماء لأنه كان يملك صوتا جميلا رخيما رنانا يحوي مقامات موسيقية مختلفة وينتقل من مقام إلى مقام دون أن يشعرك بالاختلاف. أسلوب حزين هو ما يميز الشيخ محمد صديق المنشاوي والذي لقب بالصوت الباكي. لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. أما الشيخ مصطفى إسماعيل صاحب الصوت الذهبي فينتقل بك من عالم الدنيا إلى عالم تسوده الروحانيات. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. وكان للشيخ محمد محمود الطبلاوي مدرسة خاصة متميزة حقق بها شهرة واسعة. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الشيخ محمود علي البنا أحد أشهر المقرئين في العالم الإسلامي والذي زار العديد من دول العالم ليرتل آيات الذكر الحكيم. والمؤمنون كل آمن بالله. أما الشيخ سيد محمد النقشبندي يتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. مولاي يا مولاي. مقرؤون كانوا خير دليل على المثل القائل بأن القرآن نزل بالحجاز وقرئ بمصر، ومع ذلك هناك علامات استفهام كبيرة تفرض نفسها علينا لاختفاء المقرئين المصريين من على الساحة حاليا واستبدالهم بأصوات أخرى غريبة على مسامعنا ولا نفهم لهجتها أحيانا. سمر يحيى، انتحر.